احنا معذبين كلشي كلشي حتى حاجه مقاصر خيطه كلشي غالي على ولد الدرويش. الدرويش كاين ضايع لا خدمه لا ردمه لا حتى حاجه. وانا قرا ولادنا كاينوا شي حاجه وحنا ضايعين. اللهم كاين جوج باقي غنزيدو خسرو. هذا واحد في السادس حنايا خرجنا مع 50000 فرق عندنا مع 3200. واحد عندي في التسعه واحد عندي في الثامنه باقي ما راه هذوك باقي ما شناهم عربيه وما عندي هنايا ما باقي قال لك بنايا باقي ما وجدوش باقي ما طلعوش. عمدوا نقراو حنا باقي ماش من عام عام الاول قالوا كورونا شي جبرنا شي ما جبرناه نوز كتب قراو في نوز ما قراوش فيهم. دابا قال لك باقي ما كاينش يعني تسنى فيا واحد شهر شهرين جينا نشريو كتيبات والحمد لله جبرنا الكتب موجودين في السوق. حتى الا ما كانش مثلا في شي مكتبه كنمشيو نشوفو مكتبات اخرى الحمد لله كلشي موجود. لك اللي غادي يمشي يتبع لهاد الاسمنه ما عمرو غادي يقرا. اللهم جبرتي الكتاب شريه صافي ما تحاسبش الا شحال غتكون زايده درهم جوج ثلاثه دراهم خمسه دراهم ما تغير والو. المهم جبرتي الكتاب شري الكتيب ديالك وقضي الغرض ما تعطلش على الوقت على الوقت ديال المدرسه باش الطفل ولا التلميذ ولا الطالب يجبر الكتيبات ديالو يجبر يغلف ويجمع. غنقول لك هادو ماشي وليداتي هادو ولاد موالين الشي ديالي. اما وليداتي انا كبروا وسالا والله يرضي عليهم ويفرش لهم الساعه لا شريت كلشي لحد الساعه. هادو اخر كتيبات اللي كانوا عندي هما هادو لا سيتي دي سيونس ووندر وان وواحد جوج ديال الغليف. خلص هنايا 230 و100 قول 330 درهم اللي هنايا. اما الكتبه كاملين طاحوا لي ب 1000 وشي 250 درهم. خديت ديال النيفو ديال التاسعه. اها كتبه غاليين بزاف اولدي هادي الصراحه غاليين بزاف. لا كتبه ولا ادوات ولا تفاصيل ولا اي حاجه كلها تزادت فيها بزاف. وهذا هو المعقول. كاين بعض الكتب ما كاينش ديسپونيبل كاين ماشي كلشي ديسپونيبل. كاين شي كتب اللي مازال ما كاينين مطبوعات مازال ما وجدوا ولكن المدرسه طلبتهم ما لقيناهمش ولدي واجدين. حاجه طبيعيه دابا حطينا 1000 درهم غير في واحد نيفو التاسعه 1000 درهم غير التلميذ واحد صافي. دابا باقي تبارك الله جوج صغارين ان شاء الله باذن الله حتى هما المصاريف ديالهم ما عرفناش شحال الاثمنه اللي غادي نصرفوا. كيف يعني سمي في الثمن؟ كاين المقوله اللي مزيانه هو التوفيق ما بين ما هو تعليم عام وخاص النهوض بالفئات لان هناك فرق كبير بين التعليم الخاص والعام. هذه مؤسسه ربحيه والدوله التعليم ديالها شويه ما موفقش لان المعلم ولا المؤطر يمجز بين ما هو عمل ديال الدوله وعمل الخاص. يعني سوايع ديال الدوله وسوايع كيديرهم في الخاص يعني ما تكونش نتيجه. يجب الصرامة للتوفيق بين التعليم العام والتعليم الخاص. وتقريبا بيناتهم ب 9200 درهم. كاين اللي كيقرا في مستويات مختلفة. ولكن المهم هو أن يوفق ما بين التعليم العام والخاص باش ما يكونش فارق. بالنسبة للارتفاع ما عنديش شي معلومة الصراحة ولكن اللي سمعت هو أن الوزارة دعمت داك الشيء باش ما يتزادوش الأثمنة. غير هو ما عارفش الصراحة يقدر يكون راك عارف دائما كيكونوا اختلالات وهذا. حيت القوانين في الغالب ما كيتحترموش كيكون قانون في السوق شي حاجة أخرى. كما قلت لهم الإشكال هو أنه كاين شي كتب ما كاينينش يعني كتقلب عليهم ما كتلقاهمش. أنا سولت دابا على واحد الكتاب وقالوا لي حقا راه غير خدامين مع غير الناس ديال الابتدائي. الوغ ديال الاعدادي قال لي سيمانه ولا 15 يوم عاد غيخدموا مع الاعدادي. الوغ كان هذا كيطرح اشكال حقيقي لحقاش دابا الاستاذ راه خاصو يبدا والكتوبه ما كاينينش. الوغ القضيه صعيبه الصراحه. ما عارف الصراحة كان السؤال خاصك توجهو للناس ديال المكتبة اللي لداخل. كان خاص دار شي حاجة لحقاش هادشي كل عام كيتعاود يعني الزحامات وهذا كل عام كيتعاود. الوغ كان هذا مشكل كبير يعني الموسم الدراسي نورمالمون راه بدا هاد السيمانة هادي البارح وكتوبة ما كاينينش. الوغ عاوتاني كلشي غادي يتعطل مشاكل وكذا. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.